ظل ظروف استثنائية وتطورات سياسية واقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، ففي الوقت الذي نودع فيه هذه الجائحة التي شلت الحياة السياسية والاقتصادية والإنتاجية في عالمنا، واستطعنا بعقول مشرقة أن نتجاوزها بإذن الله، نفاجأ بأزمات من نوع جديد، أزمات بحروب لا يعرف مداها إلا الله. منذ شهرين كنا في مدينة السلام شرم الشيخ وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقدت الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم والذي نظمته مصر. شارك فيه قادة العالم ومسؤولين من كل بلاد العالم وممثلين لأكثر من 196 دولة ورؤساء دول ورؤساء وزارة ورؤساء هيئات عالمية دولية. كانت هذه لقاء من أجل الشباب، من أجل التنمية، من أجل مستقبل واعد لما نعرفه عن أهمية الشباب ودوره في المستقبل والحاضر وانخراطهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكان شباب العالم يحتفي بهذه المناسبة الجليلة والتي تتكرر كل عام في شرم الشيخ في مدينة السلام. وناقشت موضوعات حيوية هامة، ناقشوا فيه التعافي من الجائحة والسلم والأمن الدولي والأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة والتغير المناخي وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات والتحول الرقمي ومستقبل العمل والرعاية الصحية والمرأة. وبعد أن انتهى توصيات المؤتمر وكنا نأمل أن يتكاتف العالم في وحدة واحدة، وحدة تتصارع فيها من أجل البقاء، تتوحد فيها الجهود أمام العالم لمواجهة التحديات الكبرى العالمية. وكان على رأسها موضوع الطاقة، أمن الطاقة والتغير المناخي. وبالتأكيد نحن نعلم أن أمن الطاقة في البلاد المتقدمة وغير المتقدمة هو أمن حيوي يمس الأمن القومي لهذه الدول. وباستشراقة ما حدث وقفنا أمام الموضوعات الحديثة والتحديات الكبيرة التي يواجهها العالم، وعرفنا وخصوصا بعد الأحداث الأخيرة أننا أمام التحديات الكبيرة. فقد بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، حرب لا يعرف متى تنتهي وما أثارها للعالم وكيف نواجهها في المستقبل وكيف يصير العالم بعد هذه الحرب وما هي تداعيات هذا الموضوع. أزمة طاقة عطلت سلاسل الإمداد وعطلت العملية الإنتاجية وأصابت العالم بموجة تضخمية عانى منها الجميع، توقفت فيها شركات وتحولت فيها الأزمات، وكان على رأسها أزمة غذاء تهدد بمجاعة لملايين من البشر في كل القارات، وأزمة أخرى في تغيير المناخ، التغير المناخي الذي تهدد فيه الحياة على الكوكب الأرض، وأطلقت فيه موجات غير مسبوقة من حر وبرد وفيضانات وجفاف وعواصف وتصحر وحرائق وارتفاع في مستوى البحر. وبالتالي فنحن أمام مشهد معقد للغاية، لأن هذه الأزمات المعقدة هي في ذاتها تتضارب فيها مصالح الدول وتتشابك وتترابط فيما بينها ويغذي كل منهما الآخر، وبالتالي لا يمكن التعامل مع إحداها دون التعامل مع الأخرى. ولابد لنا كبرلمانيين في حوض المتوسط والخليج العربي
أن يكون لدينا استراتيجيتنا لتحصين أنفسنا ضد مخاطر هذه الحرب وللتعامل مع تحدياتها، بل استغلال الفرص التي قد تنجم عنها. وأتساءل ما مخاطر حالة الاستقطاب الدولي الحالي على دول المنطقة التي تتمتع بعلاقات جيدة مع بين الشرق والغرب، وما أثر الصراع بين روسيا والغرب على فرص تسوية الأزمات في سوريا وليبيا وبعض البلاد العربية. أذكركم بمشكلة أخرى تمس الاقتصاد والأمن القومي المصري، وهي مشكلة نهر النيل. حق تاريخي لكل المصريين، نهر النيل في مصر هو الحياة، هو حياتنا، هو مستقبلنا عبر التاريخ. وإذا كان أكدت هذا المواثيق والمعاهدات الدولية التي عشناها، وهو اليوم نتعرض لظلم فج، نتعرض لمؤامرة لتخفيض الكمية المطلوبة. أذكركم أن الشعب المصري منذ 100 عام حينما وقع الوثيقة كنا عدد سكان مصر 20 مليون نسمة، وكنا نوقع على 55 مليار متر مكعب من المياه، والآن نحن أكثر من 100 مليون نسمة، وهم نفس الكمية. نحن نعيش فقرا مائيا في مصر، وكما تعلمون أن الحد الأدنى لأي شخص هو 1000 متر مكعب في العام. أما إذا حسبنا بالحساب البسيط نجد أن مصر فيها اليوم 530 متر مكعب. نحن نعيش فقر مائي، وأريد أن يكون موقفكم أكثر صرامة مع الحق ومع المبادئ ومع المواثيق الدولية ومع الاتفاقات التي حدثت. أذكركم بخطورة هذا الموقف، فنحن لا نريد أن نهز الأمن والسلم الإفريقي أيضا. أذكركم أن هذا الموضوع يستدعي مراعاتكم أن تتفهموا الحقيقة. نحن مع أثيوبيا لأن تقوم بتنمية مشروعاتها وتولد الكهرباء، ونحن على استعداد كمصريين أن نذهب إلى هناك ونستثمر معهم ونقدم كل أيدي العون. لكن الموقف اليوم أصبح موقفا خطيرا يهدد الأمن والسلم في القارة، وهو حق، هو حياتنا، ولن نتنازل عنه أبدا. أذكركم أن مصر قد انتهجت الدبلوماسية الهادئة، الدبلوماسية الرزينة في تعاملاتها مع الموقف، وأرجو أن يتفهم الجميع أن هذه المسألة هي مسألة أمن قومي مصري بالدرجة الأولى.